الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا قصوة جرني تفسير كي سورة يوسف وعن سورة نهاية والله. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال الملك الله وحي بقر كي وحي ائتوني به إيكانا وحي يوسف إيكانا أستخلصه أن وحي أقاريال لنفسي نفتي لأن أقاريال ونفتي لأن أقاريال أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي waxaan ka yeelanayaa cidda ii gaarka ah ee aan la tashto ayaan ka dhiganayaa buu yidhi boqorka ay keeno. falamaa goortii kallamahu uu la hadlay waxay boqorkii hu yuusuf uu la hadlay qaala wuxuu yihi malikii iyo boqorkii wuxuu yihi innaka alyawma innaka adugu yuusufow alyawma maanta لدينا أكثر مكين أي ذو مكانة وحتى من مرتبة يأود وحي كله أو صاحبة أمين أو وحي آمن باتاي أكثر درجة طولها آمن باتاي. قال اجعلني، قال وحي نبي يوسف اجعلني إجيال على خزائن الأرض وحي خزن لها وحي ذلك أي أرض مصر ولكن مصر واحد من كيدا خزنة هذا ويدي معنا واحد يدي بتاع مالية ذي يدي وزير كمالية ذي قدر إني أنا وحفيد وحامد إلى علم بلن وعليم العلم بلن يا هاي هل كان الله وحنا وشي يا مكي نبي يوسف عليه السلام ninkii boqorka ahi u riyooday waa kii riyadii fasira waa kii ninkii badbaaday ee jeelka ka soo baxay yuusuf xasuustay ee yidhi ii tira aniga anigaa garanaya nin waxay riyada fasira nebi yuusuf calayhi salaam waa kii loo diray nebi yuusufaa kii u tegay nebi yuusufna waa kii u tilmaamay riyadii u fasiray markii uu fasiray riyadii uu fasiray ayuu boqorkii ii keena ninka waxay riyada fasiray waa kii nebi yuusuf tilmaamay aayadahaynu soo marnay. waqaala almaliku ituunii bihi falamaa jaaahu rasuulu qaala irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allaatii qatacna aydiyahun ina rabbii bikaydihinna caliim. ergaygii loo soo diray wuxuu tilmaamay yuusuf inaanu baxaynin ee uu noqdo oo weydiiyo boqorka xaalkood wuxuu ahaaday dumarkii gamcaha jarjarayay ee yuusuf doonay shanigoodii halkood wuxuu ahaaday boqorkiina waa kii dumarkii weydiiyey waa kuwii qirtay xataa imra'atu lcasiis waatii qiratay in iyadu waxay yuusuf damacday oo doontay aanu shaqo ku lahayn beri buu noqday nebi yuusuf calayhi salaam. marka boqorkii cid kaluu daro wuxuu ii keena aniga waxay ahay anugu ii gaar ahaanaya anugu ila talinaya la taliyaashaydaan ka dhiganay markuu arkay weynaantiisa iyo caadamadiisa iyo waxa weye amaanadiisa iyo cilmigiisa markuu intaa arkay ayuu boqorkii waxa weeyaan doonay in waxay nebi yuusuf waxayaan uu gaar yeelo in isaga la taliyo. falamaa kallamahu qaala innaka alyawma ladayna makiinu amiin قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مركا وحو تلمامي نبي يوسف عليه السلام أنا وحي إبني بوي خزنة دلوك مصر مالية إبني أنا وحي إبني العالم بلان وعلم بلان وهل كي وكتر إنكي قبل يسوع أيضا مع النبي يوسف عليه السلام وهل كي تقادي بي إبني فصيرت وحي يعني الله أعلم أهل أغير ninkii waxayaan wahalaagsamo waa dhintay waa la cazilay laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegay nebi yuusuf waa la sheegay isagii laakiin nalooma sheego. marka
إني حفيظ عليم أنا واحد هاي ميت العالم بدن وعلم بدن والله ما الله قال وقف كسر مسؤول لو دينه نبي موسى نا أخي وحي جوادي إن شعيب واتيتري إن خير من استأجرت القوي الأمين حتى ما أنتي إنه وحي لوش إنه يهاي نكاسي إنه وحي قوي وحب بدن أن آمنة آمنة لقد اردت ان اكون مسلما 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 اكون ومرك كوبابي نبي يوسف وسوس أمامك أوحي إني حفيظ عليم أنا وحاها من علم البلد أوحي يا مد إلى علم البلد وعلم البلد يعني وحي فلا تزكوا أنفسكم الله وحي إن فيه إن وحيها أمانة نبي يوسفنا عليه السلام وايس أمانة مركا وحي بنانتا هاي اس امانستا وقفت نفتي اس امانا مركا وحي لو باهدو اي ارن وحي ويان ارن كا يسو وقبان كارو اسلي يمن سولي دا عظم باها قبان كارا وحي وحي واس امان كارا وانا وحي بنانتا وقلت الماما يا الجامع في أحكام القرآن قلت الوحو قلت الماما يا ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل آية واحد تسيسيب ويرسل وكلا إن يبنانتا أي إنسان كو بنانتا إن كسف ينفتيسا وحي علمي أي أقونة يوحي الإرادة أولي هي إن وحي كسف هي وقال المروردي الماوردي ماوردي وحي يري وتفسير كيسة في النكت والعيون كيوري ليس وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات لكن ما ها إطلاق يسيسي جيسة وحكست اسكو أمانا يسكو سفين عيو ولكنه مخصوص في مقترن بوصله أو تعلق بظاهر من مكسب لكن وحي قار كتاي وحي إساق اللحر إلا أما وحي ويان شقالا يسقو هجاكين كرو وشغلة وكل هي وهي ظاهر يصير مقطع إنه شغلة كأت كان كرا بحياة حاجة أفقوا شو شيء كرا ساس إنه كثير كنا سيدا كرا تماما يا أو حرام يا مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة نفتي سأي نبي يوسف أماني وأنا بنان تاي قفك إنه نفتي سأمان إذا جهل أمره للحاجة هدي أرنك يسلك جاهل يهو أن لك رميه تنا أي كنسته ودنتو أي خسرته إن لقرته واي كهدي أي دنتو كنسته قف كان لقى جاهل يا هدي دنتو أي كنسته واي سمعنا كرا بحي أمور الدنيا وسوا معنا كرا أما الشقاء هاي مخصوص بحي كرا لكن أما وحي علاه ديسي وين أنا وجد وحي أمان وحكى له وحي لك قالنا يا ما رح تنمد أبو نبي يوسف واتنط أوحي رجعني على خزائن الأرض يقول له أقصوا يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه وحي أرنكا وحي ديدي إن شكال الله تنطه والنبي صلى الله عليه وسلم وحي تلمام وكلا قرطبي ورانيا الجامع في احكام القران ودلت الايه ايضا على جواز ان يخطب الانسان عملا يكون له اهلا وحبنان ايته وحي لغا فهميا ايته وحي دليل وتاي اني بنانتا يقف انه كلا هادلو وحي يقف كلا عمل يا شقه واهل يحي وشقدي عتن كو يدو سدا اي كسو ارورتي او مسلم سووريي عن عبد الرحمن بن سمرة قال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحابي يقول لا تسأل الإمارة إمارة يوم راح تنوي هدول أروح الطلبان ويوم حي هدي أدوك آدل بتن راح تنمر لو حي رسالة الغصية وكلت إليها ولو ترى سعرنايا حل بحل ولا يا هاي أدوك شقراك صبح يا هاي بقول ترى سعرنايا وكلمة دي يا هاي بتكون إيه سعي يا هاي نقول كلمة هذا لو قلنا يا هاي نفتح على ده أبو تبرر حوش هكذا بالو وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها لكن هدي لغوديو ملحت النمادي هدي لغوديو أدم وديسن أعنت عليها والغو كلمة يا هي بقو كلمة يا النبي صلى الله عليه وسلم سأودي لي أو حبي إمارة ملحت النمادي إلا دونتو يا تشقدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد أودي لي نبي يوسف ودي لي نبي يوسف عليه السلام هو دونتي اجعلني على خزائن الأرض وير حلو كل منا يا قرطي لي الله يا كتشوالي الله ما شردي أيا وحي الله دقيا عدا ما رحت لما دونا كرتا أرتاني آخرين هذا الكيس وحي له قرطبي فالجواب أولا أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإن لم يكن هناك غيره وهكذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها من العلم والكفاية وغير ذلك. وقت ما جوابت حتى النبي يوسف وحوغا مركو دلبنا اي ولايه اللي معتني ما نفسي سو كوغا بوس كي سو كلا عد ادغنتا ان انا جوغي او وحو النبي يوسف وحي غلناي لانه علم انه لا احد يقوم مقامه في العدل والاصلاح وتوصيل الفقراء الى حقوقهم وحو غرنا اي اسغا وحي عد ادغنتا بوس كي سي ان انا جوغي حق عداله او ادغنتا اصلاح هي هاجنتا او ادغنتا فقراء إن حقوقه ذا لجارسيه وأن لقد عين عدو قد ينتهينا نترين سيدا سوء فرأى أن ذلك فرض متعين عليه وحو قرتي أو أركي إن يكون هاي فرض عين كوركي سيني واجب كنت هاي فرض كفاية ما فرض عين ولا بين كنت هاي أي قرتي إنه شكرا قبطه ما دام يسوس عتي تطبعي سنة برواقة يتوان سنة عبارت ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ما يحيره فإن لم يكن هناك غيره هدانا وحي كسوغنين وحي عيد ساق عن هنا هدانا ميشا كسوغنين وقول لك أنت وحي مدحت لما يتشغل وهكذا الحكم اليوم سلاسوا هذا الحكم كنا ما أنت لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء والحسابات هدوقفك أغاده نفتي سكو أغاده إنه وحي إنه أسوت هذا يحق أسوت هذا يسيد وحي القضاء يحكمك يوحويان دتك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه الكان اني كسغنين عيد هاجاجينيس او اسغانا هين عيد دغنت اني كسغنين لتعين ذلك عليه ارنكاس فضعي ممكن نقول واجب ممكن نقول اهي ووجب ان يتولاها ويسال ذلك وحنا واجب كنا نقول سيدنا مدحت المدى وحوي الضوء وحوي ديستو او دونه او ديستو ساسا واجب كنا نقول واي ويخبر بصفاته التي يستحق به من العلم والكفاية وكان ورم صفوه يمكن ستاسو وكم متيسر ايه علمي ايه ان ادق ما شغلها وغير ذلك كما قال يوسف عليه السلام فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها هدين لكن ميشا وكسوه ايه عدك له هجاتين ايسه وشغلها وحي تقال نعم مدحت لماذا وعلم بذلك أركان وقاله فالأولى الله يطلب أوليسنا مضانين عن الملحة نمال عبده إنا ندونين لقوله عليه الصلاة والسلام ولكي يقول لي عبد الرحمن لا تسأل الإمارة
نبي صلى الله عليه وسلم صحابي وحكوا إمارة بما اعتمد الدون واي وكان لما شردون بقى الله بقية لما شردون وحي تاي ما تحت لما لا هدي وقفكو نفتي سكو قيادو إنو الشقالة قصو بحي كرادي أرنك الله بعد وقيادو عدك وقومي كرتها وشاء وقصو بحي كرتها إنا بيجري نبي صلى الله عليه وسلم ونبي وقاني لما لا هدي الله هلو ويبنانا إساء وآيات الله حلوه كل مني حديثك ويبنانا إساء إن وحي اللي بيديستو إمارة إلا طوانتو ما لحتنا مدى لكن ولا دين بحتنا إلا طوانتو خلابا لا شرطي إتكا صوبة حيساء وهو عبك تاية قفكو إنو يرى هذا وحي ويا إتكا لنا وحي ويا ما تشرتو وقت كان يمكن لتشوقه أشكا لا تقعنا إنو يرى هذا نبانا قعنا قصو بيحي كرا ويا عبك تاوي كوالا ديدي نبي يوسف هو دي سنة يي نفتي يوسف وكوغا إنه هوشا قصو بحيو إتكا لو قومي كرتا وهوشا كوكي إكرتا أنا ما يشري وحي وهب وانيد كا ساس مكا حالة داوي بنانا نسا واي وعكر الله لك هذا نيا اللهم صل على محمد وعكر الله لك هذا نيا إنا وحي بنانا تاي سيدا قردوك وحي وتلمام أيو إنا وحي بنانا تاي إن عد حويان أنا خيرت هذا البيس haa wuxuu tilmaamayay inay banaan tahay ayad wax laga qaadanaya cid gaal ah in loo shaqayn karo inay waxay arrinkaas waxay banaan tahay marka waxa lagu xidhaya hal shardi baa yana culimadu ay ku xidhaan sida uu tafsiirkiisa ku tilmaamayo qurtubi halka shardi lagu xidhaya waxa weeye inuu shaqadiisa waxay u madax banaan yahay oo shaqada uu cidda gaalka u hayo ay tahay aanay ahayn mid waxay ku maamulayo ra'yigiisa uu soo ku maamulayo nabi yuusuf calayhi salaam ninkan boqorka ahay gaal buu ahaa ee uu u shaqaynayay ee uu xilka u hayay marka wuxuu madax bannaanaa shaqada ayuu madax bannaanaa kaw wax laga qaadanaya hadii ay waayay adankiisii waayay muslim hadii ay wax weeyaan hadii ay way banaanaysa hadii uu qofku u madax banaanaayo talada cid gaala uu qaban karaa shaqo sida waxay qisada nabi yuusuf calayhi salaam waxay laga qaadanayo taasana waxay u tahay daliil ayay u tahay اي مركا وحي اني حفيظ عليم انا وحا هي مد وحيان وحي حفظي بدن وامانه له وعليم علم بدن وقال وحي الملك بقركي توني اي كان به يوسف استخلصه وحن غاري لي لنفسي نفسي ان غاري لي فلما غورتي كلمه كلم الله له بقركي هو يوسف لا لي قال وحي انك اليوم انك ادوا اليوم ما انت لدينا اتيدا مكين أي ذو مكانة بعد أمد مكانة يدرج يأود وحي قله أمين أو آمنة قال النبي يوسف حير قال النبي يوسف يجعلني وحي يجيل إيل على خزائن الأرض وحي خزنة وحي ملك مصر أنا أرض مصر مصر وحي ملك إذا خزنة مع مالية دي بصير كمالية دي قبل إني أنا وحفيد وحامد العالم بلا علم علم بلا
حفيظ من العلم بدن ما هو عليم من وحي علم بدن سلاسة تماما يا نبي يوسف عليه السلام حفيظي عليم من وحي كمدي مقعي إلهي مخلوقنا مقعي إلهي والله قلت تمامي كرا لكن وحي إن يرنو ياني سيد الله إلا قلت تمامي كرا وحي رب العالمين إلا قلت تمامي كرا رب عبا قلت تمامي كرا لكن رب العالمين الرحمن إلا قلت تمامي كرا لكن مقعي لك عليه والله قلت تمامي كرا مخلوق لكن مصنع مركي إلهي اللي قلت علمي اللي أونس بينها يا مركي مخلوق اللي أونس بينها يا علمي مصنع وهي فروق يا ودا حيسا وانك الدوين ما رعيه ما يسوافق عنك إنسان ما يسوء حقائق ذا يمصمياتك إنا يسوافق أهي طيب واحد هاي اتفاق الأسماء لا يقتضي اتفاق المسميات والحقائق وعلمك اللي إلهي وعلم بدن مخلوقنا اللي يهي وحي كوك الدوين إلهي علمي يسمى الآن يتشرين مجرته لكن مخلوق من رب العلم هذا ترتي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا يعلم له هو يمكن إذا قصوا صاري ذيك أحب قرنا علم الله ما له قصوا بلو ما ترتي لكن مخلوق ما له قصوا بلو أنا علم الله ما ترتي علم الله عدسي سمي ترتي لكن مخلوق علم الله الله بقول تاقي علم الله أم كمات ما ضوح نقصانا وح وحويان لا تاء لكن وقت مخلوق وقت ما ضوح نقصان بقول ناس علم الله ما دمانا ما بابا لكن مخلوق علم يسوى دمانا كصفك استوعيك يا مرعس وكذلك سيدا صوكلا أي الله وحي سيدا صوكلا النبي يوسف تقبت بهذا النجال كي وصو صارني أيان مكنا وحي أود وحي وي الله يوسف يوسف في الأرض أرلا كركي يتبوأ حال دقايا منها حق إلى أرلا مصر دقايا حيث يشاء ماشو طوان كدقايا نصيب وحن نصيب سنة الله برحمتنا رحمة ديرا من نشاء وعدان ضون أي أن حريص هذا وحي قارسي نبا الله تنوية ولا نضيع من ضيع نبا الله ليه أجر المحسنين تتك السماء فلا وحويان إلى هاي أجر كودي ما ضيع عايه وحي ملو من عايه واي ولا أجر الآخرة أجر كوحي آخره أي خير أخير له للذين كوي أما أخير بدن للذين كوي آمنوا الله رميه وكانوا أهالي يتقون قال وحي إلهي كبقاية وإلهي وحي كعبسناية واي وكآية أن الله وحنا وطمع النبي يوسف إنه الله مكنسيي وأود إيالي أرلدي إنه الله مكنسيي وماشو طونا وحي كدقائي أرلدي مصر سوى مركة وراء طونها أيها هذا مصر وحي مامولي وزير وحيقيه ولا نضيع أجر المحسنين بالله ما نضيعنا قوة وحي المحسنين تسمى فلا ولا قوة ما ضيعنا أجر قوة بالله تنمية أنا سيدا اتكستنا ويانا نساء وحويان بلقاتك نبي يوسف الكلي ما نبي يوسفنا محسنين تكم إلى هاي الصبر والصبر صبر كان صدح يسي قيبود بوليم ووحكو صبر وحويان دباتاتي بكي نبي يوسف ولا الذي عيرك كرده الصبر على الله وحكى الصبر أي معصدي وحكى الصبر أي مركي قبضه ويا أي الزنا يحمان ويا له وحكى الصبر أي داعدي أتشيل كمركو توجي توحيد كأيوتتك وحوي الأمي ريتشري وتتك توحيد كويا ريتشري الصبر على طاعة الله وين والصبر وحكى الصبر على داعي له واي وكذلك سيدا سوكا أيام مكنا أم كان سين سيدا النبي يوسف أبدا نتشيل كي أبدا النبي أيان مكنا أم كان سين بالله يعوض وحيوية يوسف يوسف في الأرض الله في أرض مصر روك مصر يتوى وحال ودلا يومها حقيقة حيث يشاء من العالم يشد من كدقية نصيبه وحن أصيب سين بالله برحمتنا رحمة إلى من نشاء وعدا نضعنا نصيب سين أقل سين نحرسته ولا نضيع ما ضيعنا بالله أجر المحسنين أترك يا مش خايف كوا سما فلا ما ضيعنا والله تنوية سوى انت سوى هذا لسيي سوى لبس صومري وعضون صومري عيل لقولي وهندنا كدن بي إلى هاي ملك الوسية أيها هندنا الله وقت الله يا وحد دنيا الوسية أنا الآخرة ولقيني ولا أجر الآخرة آخرة أترك إذا يا خير أخير بدن للذين كوي آمنوا الله رمي بحك سوى دنيا الوسية آخرة وحك سوى وناجا أيك بدن وكانوا هذا يتقون قال وحي الله كعب صديق
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء وايمي إخوة يوسف وحي يبقى الله يوحي يوسف ولا الذي فدخلوا وحي يسوق عليه النبي يوسف يسوق عليه فعرفهم يوسف واقرتي وهم والحال هم يقول له يسقى منكرون عن كرمي ولما قرتي جهزهم ودياري بجهازهم ألابتي وحي ودياري قال وحي نبي يوسف ائتوني إيكانا بأخ لكم ولا الوحي دي سقنا وحي إيكانا ولا الكاسو من أبيكم حقا بهن دي سقنا ألا ترون ميدان أركين أني يعني أوفي الكيلة إن أنا ما يستري وحي بيقا يهل بيقا إن دي ما يستري ميدان أركين وأنا أنا خير المنزلين كو مرتي صورة كو ولكسن بانحي من مرتي صورنا وحنا يكون مرتدى ونكسر فإن لم تأتوني هدي ذلك كريم به يوسف عفوا فإن لم تأتوني هدي ذلك كريم به سجى وحنا نبي يوسف ذلك يا فلا كيل لكم وحد باجا وحيد يمسون عن لكم ذيك عندي أكتر ولا تقربون إلى سدوا النساء معنى سدوا النساء قالوا وحيه سنراود ودون دونا عنه سجى إن كأدوني سدوا دون دونا أباه وأبيه بأن كدون دونا وإن أنه لفاعلون سيدان ويلدون وصمين دون وقال وحي نبي يوسف لفتيانه أدوما ديسي وحكيون إنما ديسي أدوما لها سقع أدوما لها يمكن أدوما لي من بلاي سوء وحبيان حكمت كستاد سقع أدوما لها كالك صباحي حتى أدوما لي وقال وحي لفتيانه أدوما ديسي وحكيون اجعلوا يالا بضاعتهم ألابت أي وحكوا يبسدين في رحالهم تركوا دي ألابت ورصارة بعض والعتة وحبيب سنين أيه عليو تركوا ذا وده حردة والعتة لا يقع ذا يفشل حبيب سنين لعلهم بحمودين يعرفون هاي نكرتان إذا انقلبوا مخي اللعبتان إلى أهلهم إيه الكودي أو اللعبتان لعلهم يرجعون سأوصل اللعبتان سأوصل نقضاء هل كان الله وحنا وطلنا يا نبي يوسف مركي لقد جاي وزير لقد جاي وزير كي وحوي مالية وحي لقد جاي أبار بعد عليه تتوسّن برواقع مركّد عليه وحكت دم بيت تتوسّن أبارة أبارتي وحي كذا لوك النبي يوسف به يعقوب ولا لجأ الدجانين وكنعان لو نشر أي أبارتي قال تبتنا وحات تكير عن سوشة جنوا له قال نم وحوي آمنة وحوي يعني إنه وحوي يعني عن ضتك حبك خيامي سووا وحوي راشك يوم وحي عنتي صباح لي وقشي عدو البوحوي لقد قادنا يا مشرتو عدو البوح لقي يبني ينا سنة كدن نك قولوا لقي يبني أو روح كبر لقي يبني أو روح قال لقي يبني الله مرحي الله كيدن لكن لو قادنا مصر إنك هسي شوغو أيه وحي صو صفر يبا عبارة كل عدد وطبعاً كي عيلك كردي ما قال ذي مصر بي مات نبي يوسف عليه السلام مركو أي صو قال مو قطع أحيا العلماء أفرت السنة كده بيه النور لكن يبو ما يكره way ilmo yar buu amarka eelba ku jiray waqti dheerna uu ka soo wareeyay ismaana ilaahay uu nool yahay yusuf eelba ku jiray maanta waa talanay markay soo galeen soo waaqartay haywa warest ha hayda hayaa waxaan kan aan baan ka nimay hayaa abaartana saameysay waqtana macayn ka saamba baar ma basaasiin tihiin buu ku yimid ma basaasiin ma nihiin waxaan nahay niman wax weeyaan doonaya raashin baan maana waa warestay أحيان كان عام بن دجن نبي يعقوب يعقوب أنا دلعي نبي قال ياه أول رستي وحويش هذا نقلة بقول وح ولا لك كلام ليدي أحيان ها إنن وحويان لبيه توم بانو هين إنن وبحصل أي قال هو يصوير بحال بعوني إنن وحوي ولا يجي بحستي أي سكو هو يا أحيان سكو أبه هاي إنن كان عادي يجي بنا قال حري نبي يوسف عليه السلام سمع عن بقول شقيه وشقيه بيوي سمع عن بقول شقيه وكالاب تودي لو صاري أو تودي أيو وحوارنا أطومات وشاقين أيي وحي لغا قادي أيلابتي أيو حكو يبسر أيي أيو يولي وحوية أبو نحن إذا أو تودي وحي أي راشك كدوني إياقين أو حكو يولي مركو ورايستي ويو أو لما يستر وحي أبضي وحي واني أيدي لما يستر أي حسي يا شيء وحان إذي شيري إنا كابين دا إيكنا وحسوه ترى مرنا عطس مرنا هالشباب هو في وانا قاعد وانا قاعد يسمع يا جديد ما يستلم وحوي يعني كيل كي يباقي إنا كايك حتى يكين ويدنا مرت ما يسوق وين ميسان وحنا يدي باقي ما يدي جيوننا
نبي يعقوب بس ذا قرآن نقدر مركّا وارك الدوم إن شاء الله عيرها سوسة عيرها إن شاء الله بريكم علم دوما وتجلس على ده تاجن كهنا بتشوف الله أعلم صلى الله وسلم على